صباح الخير. علمونا أهلينا لما كنا صغار إذا كانوا جيراننا بخير نحن بخير، نزعل لزعلهم، نفرح لفرحهم. كبرنا وكبرت معنا هالمشاعر واللهفة، واليوم يلي عم بيصير بفلسطين ويلي عم نشوفه يوميا من مشاهد دموية ومشاهد مؤلمة خلتنا ما نعرف نعيش يومنا بشكل طبيعي، لدرجة صرنا نخجل نفرح من قلبنا وغيرنا زعلان، نخجل ناكل وغيرنا من الأطفال والناس بغزة عم يموتوا من الجوع، نخجل نحط راسنا على المخدة آخر الليل ونتذكر إنه في ناس عم تعيش تحت القصف مشردة. كل هي الأمور غيرت كتير من أولويات واهتمامات الحياة، صغرت الدنيا بعيوننا، حسستنا إنه كل شيء ممكن يتغير بأي لحظة. لهيك يمكن كتير منكم يقول يا ترى أنا شو رح ساعد، شو رح أغير بحزني؟ أنت بكفي إنك تكون إنسان وإنسانيتك هي اللي ما تسمح لك بهذا الظلم والقهر، وتذكر إنه إنسانيتك رح تكون أكبر إنجاز بحياتك. صباح الخير لكم مشاهدينا، وصباح الإنسانية يا عفاف. صباح الخير هادي، صباحك. صباح الخير لجميع المشاهدين يلي عم تتابعونا من داخل وخارج سوريا، من وين ما كنتوا تكونوا بدي اتمنى لكم بهذا الصباح، وبدي اتمنى كمان لنا نحن كبشر كل السلام والمحبه، وبدء هذا الجو البارد كمان بدي اتمنى كل الدفى القلوب كثير من الناس وكثير من الانفراجات، وان شاء الله يا رب تكون بدايه هذا الشهر خير وسلام على كل العالم. بدي أتمنى لكم بهذا الصباح كل الخير والمحبة والسلام. رح نرافقكم بمحطاتنا المتنوعة، ولكن فاصل صغير ومنكمل سوا. أما هلا مشاهدينا مباشرة لرزنامة التاريخ لنتعرف على أهم الأحداث يلي تشكلت بمثل هذا اليوم، خلونا نتابع. تتولد أحداث جديدة وبتتسجل بروزنامة التاريخ وبتشكل ذكرى منسترجعها مع بداية كل صباح، واليوم 1 تشرين الثاني. خلونا نتعرف على أهم الأحداث يلي صارت بمثل هاليوم. من عام 1869 تم افتتاح دار الأوبرا الخيدوية بمصر، وبعام 1945 تأسيس منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وبعام 1962 الاتحاد السوفيتي بيطلق أول مركبة فضائية للمريخ، وبمثل هاليوم من عام 1980 المركبة فويجر 1 بتبث صور من كوكب زحل. وهاليوم شهد ولادة العديد من الشخصيات اللي كان لها بصمة مميزة، ففي عام 1878 كارلوس سافيدر لاماس وهو سياسي وأكاديمي أرجنتيني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1936. وأيضا هاليوم شهد على وفاة عدد من الشخصيات، ففي عام 1930 ألفريد فاغنر عالم وفلكي ألماني. كملينا معكم صباحنا مشاهدينا، ولكن رح ننتقل لأولى محطاتنا لليوم مع تشجيع متسابقي تحدي القراءة في معهد الشهيد باسل الأسد بدمشق، والمزيد رح نتابعه مع زميلتنا رشا خنطور. بجو من الحماس والأمل شجع طلاب معهد الحرية بدمشق الطالبتان المشاركتان في مسابقة تحدي القراءة العربي من خلال بث مباشر للحفل الذي اختتم اليوم فعالياته في دولة الإمارات العربية. هلأ نحن اليوم من التصفيات النهائية لتحدي القراءة العربي بنسخته السابعة، طبعا سوريا مشاركة ومشاركة بقوة بتحدي القراءة. العام الماضي نحن رفعنا العلم السوري مع شام بكون، إن شاء الله هذا العام كمان نحن في عنا طالبتين متميزات بمشاركة دبي، بتمنى لنا نحن التوفيق. طبعا رفقاتها وزميلاتها بدمشق موجودين هلأ عم يشجعوا أحداهما، إن شاء الله تكون بمراتب عليا. طبعا دائما الفرحة السورية موجودة، دائما الحلم السوري موجود، التطلع السوري موجود بأطفالنا، بالقراءة، بالتحدي، بالتواجد على المستوى وعلى المنصات العالمية بإذن الله. نحن اليوم عم نشجع طلابنا طلاب بلدنا بهالفعالية العربية الحلوة
اللي بتعكس نوع من تلاقي العرب بلغتهم يلي بتعكس بعدين، بعد بتثقيف وتوعية الطالب بأهمية لغته ودمجه مع مجتمعه العربي، والبعد الآخر تعزيز العلاقات والتعاون الثقافي والتعليم العربي العربي. المسابقة بموسمها السابع كرمت الفائزين والمشاركين من الدول العربية ضمن حفلها المليء بالفخر والانتماء والتحدي. أتينا هنا إلى نشجع المشاركين في مسابقة تحدي القراءة في دبي، وأجينا اليوم لنشجع الأطفال المشاركين بتحدي القراءة. إصرار وإرادة في حمل سلاح العلم ومواجهة جميع التحديات رغم كل الظروف والعوائق. صباح الخير عن جديد، معقولة فقراتنا لليوم وموضوع تربوي جدا مهم. كلنا بنعرف انه البيت والأسرة هنن الملجأ الوحيد والآمن للأطفال، والأطفال هنن دايما بحاجة لرعاية واهتمام من أسرتهم، لكن اليوم بعض الأسر تتبع أساليب للتربية تستخدم فيها أساليب العنف بكافة أشكاله تحت حجة انه الطفل ممكن بس يكبر تكون شخصيته أكبر. قديش هذا الشيء اليوم يا عفاف غلط، وقدي اليوم احنا عندنا اساليب تربيه حديثه لهدول الاطفال؟ صحيح هيدي، خصوصا هلا صار في اساليب كثير جديده ومتطوره ممكن انه يتبعوها الاهالي لحتى يخففوا من حده العنف والعدوانيه ضد الاطفال، وخصوصا ما تحت سن ال 18 سنه، بحيث انه يمارسوا كل اشكال العنف والعدوانيه على هدول الاطفال. هي ظاهره منتشره عالميا وين ما رحنا وبمختلف المجتمعات موجوده، فكيف نحن ممكن نحد من هي الظاهره أو نقدر نتعامل معه بشكل صحيح، نقدر نضبط أعصابنا تجاه هدول الأطفال؟ لأنه نحن أوقات منتخيل أنه أو الأهل بيتخيلوا أنه نحن ممكن من نظرة الطفل ممكن يفهم علينا، فهذا الشيء غلط. الطفل ممكن ما يفهم أو يكون استيعابه بطيء، فنحن لازم نتماشى مع هاي الحالة بخطوات صحيحة ونعرف كيف نتعامل معها بدون الاتجاه للعنف أو للعدوانية مع هدول الأطفال. رح نحكي بشكل موسع أكثر مع الاختصاصية التربوية لليوم نغمة طربية. يسعد صباحك. هلا، يسعد صباحكم. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يعني بداية مثل ما ذكرنا عم نحكي عن موضوع جدا مهم لكل حد عم يتابعنا اليوم من الأهالي، هذا العنف يلي فينا نقول إنه له أثار كثيرة نفسية جسدية على الطفل على شخصيته لما يكبر بالمستقبل. خلينا بداية قبل ما نفوت بهي التفاصيل نتعرف نحن والمشاهدين العنف ضد الأطفال من وجهة نظر الاختصاصيين التربويين. العنف هلق موضوعنا لليوم هو مشكلة، عامل مشكلة بين الآباء والأمهات، يعني دائما وضايع بين التعامل التربوي والتعامل اللا تربوي. دائما لما بحكي عقوبة فورا بيروح لبالنا هو العنف أو الضرب أو هي الأشياء. خلينا نتفق من البداية، من بداية الحلقة، إنه العقوبة هي ما إلى علاقة نهائيا بأي أسلوب من أساليب الضرب أو العنف أو أي شيء. يعني التعنيف الجسدي أو التعنيف اللفظي أو التعنيف الرمزي مثل ما حكيتي حضرتك هي بالعيون. دائما نحن كثير من الأهل بيتباهوا أنه أنا ابني بيفهم علي من نظرة بدون ما أحكي بيفهم علي، ونسينا أو ممكن الأهل ما عندهم ثقافة كاملة بهذا الموضوع أنه هو نوع من أنواع التعنيف. أنه أنا طيب أوكي الطفل طلعت فيه بهي النظرة يلي كتير قاسية، هذا الشيء أثر على نفسيته بدون ما أحكي وبدون ما ألمه جسديا. فنحن كتير ضروري أنه دائما يكون في عنا معرفة بمراحل نمو الطفل وخصائص كل مرحلة لهدول الأطفال. يعني أنا لما بدي أجي عاقب الطفل، أو خلينا نحكي ما بدي أقول عاقب، وجه، يعني دائما نختار مصطلحات سليمة لنفسية الأطفال لحتى تعود عليهم بالنفع. طيب هلق أنا كتار من الأهل عم يسمعوني أنه نحن الضرب ممنوع، طيب والصراخ ممنوع والنظرات القاسية ممنوعة، طب كيف بدي ربي ابني؟ وهذا الغلط يلي نحن دائما الأهل بيتوجهوا له، أنا إذا ما ضربت ما عملت كيف بدي يتربى ابني؟ لا، هي المفاهيم كلها خاطئة. خلينا نتفق على هذا الموضوع إنه الطفل مثل ما بدي أعطي مثال بسيط، مثل ما الكذب حرام، كذبة كبيرة صغيرة بيضة سودة، الكذب حرام والضرب هو ممنوع بضرب الأطفال، سواء أنه خصوصا منشوفة أنه الطفل هو ما بيعرف شو يعني ضرب،
بيجي الطفل أول ما ببلش يمشي بده يكتشف فوراً الأم لما بيكون عم يتمسك مثلاً بالكنبايات أو مسك شيء بده يأذي شيء فوراً بتجي بتضربه على إيده، أنا ما وجعته بس هيك شوي. طيب هذا الطفل الصغير لما كبر على هذا الشيء، طيب كيف بده تتكون شخصيته؟ كيف هو بده يكمل بهي الحياة إذا هو من أول ما بلش يكتشف؟ طب ما أنا عم حدله من الفضول اللي عنده، حب الاستكشاف اللي عنده. طبعاً عم نحكي عن هدول الأطفال الصغار، فما بالك الطفل إذا كبر كيف بده تكون ردود أفعاله؟ فهي الأشياء اللي نحن عم نتبعها كتير غلط مع أطفالنا. ضروري ننتقي كلماتنا، تصرفاتنا تكون هادية مع الولد، نبتعد عن العقاب. العقاب الغير صح غير تربوي. أوقات بيقولوا لك الأهل إنه أنا ما بدي أعطيه وش أو بدي من الأول علمه إنه يهابني أو ما تنكسر هي الرهبة، فما بدي أعطيه وش زيادة أو ما بدي أعوده على الدلال الزايد، فهون بصير رد فعل عكسي كمان، ما بيقدروا يوازنوا بين الدلال والتحذير أو التربية الصارمة والقرارات الحازمة. يعني بصير في تعنيف للأطفال إلنا نفسياً كمان وجسدياً، ممكن يصير جسدياً. طيب هذا الطفل إن كان صغير أو ما يقارب رح يوصل على سن 18، كيف ممكن إنه تأثر هاي يأثر هذا العنف النفسي والجسدي عليه؟ شو ممكن يصير هون؟ طيب نحن بدنا نحكي هلأ كمان كتار بيخبرونا إنه أنا مثل ما ربيت ابني مثل ما ربوني أهلي أنا بدي ربي ابني. أنا طلعت دكتور مثلاً، هي اللي بتقول أنا طلعت معلمة وأنا يعني طلعنا ناجحين بالحياة. طيب اللي بدي أحكيه أنا وكل حدا سامعني وتعرض لعنف هو وصغير، نحن عم نجمل الحقيقة، بمعنى أنه أنا صحيح طلعت ناجح بالمجال الأكاديمي لكن في شيء بنفسيتي غلط، يعني بنقاط معينة أنا بكون ضعيف فيها. نحن منعيد ترميم أنفسنا، منحاول طبعا تتجاوز طالما الإنسان عنده إرادة قوية لحتى يتجاوز هاي المراحل ويتعلم من هذا الشيء. يعني أنا أتعلم بإني أنا أعرف أتعامل مع أطفالي، ما عاملون مثل ما أهلي عاملوني، حتى المواقف اللي عاقبوني عليها أنا أكون حذرة بهذا الموضوع. كتير حلو أتعامل مع طفلي يعني عنا بعلم السلوك في مربع بنسميه المربع الذهبي يلي بيعتمد على أول شيء القدوة، أنا أكون قدوة لابني، أتعامل معه بطريقة صحيحة، لأنه القدوة هي أهم شيء بتكوين شخصية الطفل. الحوار الدائم، الطفل قام بمشكلة كتير كبيرة وهو ما فيه حل أكيد ولا بأي شكل من أشكال العنف. ضروري حاور طفلي، أعرف شو مشكلته، أعرف حلها أنا وياه. ضروري يكون في عندي تعزيز، هذا التعزيز أنا أفضل أنه ما يكون التعزيز مادي، ما عود الطفل دائما على المادة، يكون التعزيز معنوي. الأطفال كل طفل بيسمع لليوم 10 كلمات مديح بيكون طفل أكثر هدوء من الأطفال اللي هن دائما أهليهم عم يلقوا اللوم عليهم، دائما عم بأنبوهم، دائما أنت فاشل، أنت مو شاطر، أنت هي الكلمات عم تهدم شخصية الأطفال. وآخر شيء تكون العقوبة تربوية، بمعنى يعني لتكون تربوية صحيحة لازم تعتمد على شرطين أساسيين. أول شيء لما بدي عاقب الطفل ما بأذي لا نفسيا ولا جسديا، ما بهينه، ما بضربه، ما بوجه له كلمات تسأله. ثانيا أنه تكون هي العقوبة تكون فاعلة، بمعنى يكون في عنده قدرة ذاتية مثل ما حكينا يعيد يرمم نفسه. يعني أنا أخطأت تمام، بدل ما أنا أنبو على الشيء اللي هو الخطأ اللي عمله وهو ما بيعرف ليش ارتكبه، أنا بيجي بقول له أنت أخطأت. مثلا هو بده ياخذ اللعبة من أخته، بروح فورا بضربه، بعاقبه، بعمل له أي شيء. طب ما هو الولد ما عرف ليه هيك نضرب. أنا بجي بعرفه أنه نحن لما بنطلب شغلة بأخذ إذن من أختي، أنا الشيء اللي عملته شيء سيء، أنا وجعتها، آلمتها لأختي لما ضربتها، أنت قعد فكر هل هذا السلوك صح أو خطأ؟ طيب شو الحل؟ شو لازم أنا أعمل لحتى بالمرة الجاية أنا ما أعمل هذا السلوك الخطأ وما أتعاقب بنفس الوقت؟ نحن هذا الموضوع كتير ضروري وكتير بأكد عليه لنبني جيل صدقاً واعي مثقف بعيداً عن العنف،
برغم هاي الأجواء اللي نحن فيها، على الرغم من الظروف القاسية اللي عم نمر فيها، من مشاهد العنف يلي عم يتعرض لها أطفالنا، وكتار من الأطفال اللي هن بداخل هاي المشاهد العنيفة عم يتعرضوا لصدمات نفسية. فتفادياً لهي الأمور، ما عليه، خلينا نكون واعيين، نفكر بحكمة بالتصرف مع أطفالنا، ونكون لحتى نوصل لطفل سوي صحياً ونفسياً. ودائماً منقول أنه الأذى النفسي هو بيوازي الأذى الجسدي تماماً. اليوم مثله مثل الأذى الجسدي، ممكن يأثر أكثر. طيب حكينا عن العنف ضمن الأسرة، ضمن الأخوة، خلينا نحكي عن العنف ضمن المدرسة. اليوم بتلاقي في عنف إن كان بين الأطفال بين بعضهم أو الطفل والأستاذ. قد ايه نسمع بالفترات الأخيرة إنه الطفل ممكن يزعج الأستاذ بأي موقف، يصير في عنف. هذا الشيء اليوم قد ايه إحنا لازم ننتبه لأطفالنا، ننتبه لهذا الموضوع. أنا بدي أوجه رسالة لكل الكوادر الموجودة بالمدارس بالقطر، إنه نحن دائما بنتعامل مع الطالب على أنه نحن بمعركة وتحدي بيننا وبين الطالب. يعني بالنهاية يا أنا بدي أزعجه يا هو بده يزعجني. الموضوع أبداً الموضوع التربوي الموضوع التربوي أبداً منه هيك. وصدقاً أكثر معاناة بيعاني الطالب، طبعاً أنا أكيد مو مع الطالب، لأنه بالنهاية لازم الطالب يلتزم، والأستاذ أو الأنسة لازم تتعامل بطريقة محببة لهذا الطالب. يعني نحن منشوف الطفل لما بينتهي من التاسع بيدخل لصف العاشر، هو نفسيته، هو صح انتقل لمرحلة جديدة وصار شاب، بس أنت عم تعرف هذا الطفل اللي بداخله شو عم قد عم بتأثر فيه لما عم بتوجه له إهانات أو عم توجه له كلام سيء. هذا الموضوع بتمنى كل الكادر التدريسي ينتبه له، أنه أنا لما بتعامل مع طفل مع طالب بعمر، وخصوصا هو سن مراهقة، هذا الموضوع لازم ما ننسى أنه هو مفكر حاله صار كبير، دائما نختار الكلمات المحببة له كرمال يتخطى هاي المرحلة، لأنه بالنهاية الطالب رح يمتنع عن الروح على المدرسة، وطالب ورا طالب فبنينا مجتمع فاشل، يصير في نفور أكيد تماماً. فهي الكلمة ممكن تحبب الطالب لدخول المدرسة، شوية هدوء، نكون هيك نتعامل أحسن مع الطلاب كرمال نجتاز هاي المرحلة بطريقة سليمة. طيب خلينا ننوه على نقطة كتير مهمة، وكتير من الأطفال بيتعرضوا لها إن كان بالشارع ولا بالبيت ولا بالمدرسة، هي المقارنة. المقارنة بالبيت، مقارنة مع ابن خالتك، ابن عمتك، ابن عمك، بالمدرسة مقارنة مع رفيقك، ليش ما بتكون مثل رفيقك، مثل رفيقتك، مثل كذا. هذا ما بيعد نوع من أنواع العنف؟ هذا نوع من أنواع العنف اللي بيأثر نفسياً على الأطفال. كتير غلط. لما أنا بدي للأهل وللمعلمين ولأي مكان بيتواجد فيه الطفل، ممنوع تقارن الطفل بغيره. لازم نحن اللي لازم نعمله أنه أنا بقارن الطفل بنفسه قبل وبعد. ممنوع قل له شوف هذا الولد كيف، شوف علاماته، هذا جاب أكثر منك. نحن أكثر شيء بموضوع العلامات مثلا. للطفل أو أيوة. لما بيجي لعند أمه أنه جاب 17 من 20 تمام؟ طبعا هي لازم نكون نحن عن جد ثقافتنا كامله بخصوص هذا الموضوع كرمال الولد. يعني بيجي انا هل 17 من 20 بيجي بحاسبه على ثلاث علامات اللي هو اللي ضاعت منه، ما بحاسبه على ال17 اللي انجز فيها. نحن اللي بنعمله انا كأم بعمله انه لازم هدول ال17 اللي انجز فيهم كافئوا عليهم، وبيجي للثلاث علامات برمم شو الأخطاء، بحل المشاكل اللي هو اتعرض لها بخصوص هاي الثلاث علامات اللي هو مرق فيها. ما بقارنه فلان جاب 20 انت اللي ما جبت، ليه جبت 17 ومثلا بنت عمك جابت هيك. هذا الموضوع كتير غلط، لأنه ما رح تزيد من تفوقه المدرسي، بالعكس رح يتراجع بهذا الموضوع. صحيح. فالأفضل ما نقارنه لا بأخوه ولا بأي حدا تاني. أكثر شيء ممكن المعلمين يستخدموا هذا الأسلوب كنوع من أنواع تحفيز الغيرة، يفكروا أنه إذا غار انه لازم يغار فهو ابدا عم بتصير عند الطفل ردة فعل فظيعة. لا بيحب يتواجد بحصة هي، انه اي معلم عم بيعمل هي المقارنات، ولا رح يتحسن اكاديميا، لا بالعكس رح يتراجع. فالافضل انه نحن تحفيز للكل ليصيروا افضل. ممكن نميز حدا مثلا بسلوكياته، بس بنفس الوقت منكمل، يعني بنعمل مثل دور معلي، مو بس انه هذا الشخص مثل ما كانوا قبل، انه هذا العريف يلا هذا الشاطر هو العريف، لا. ليه لحتى ما نحن نعمل مثلا دور،
لكل الاولاد لحتى كل حدا، لانه كل ولد بيحب القياده. اكيد وبالنهايه يعني اسلوب المقارنه جدا بشع، ما بيحفز ابدا الطلاب. اليوم لكل طفل عنده قدراته، عنده ميوله، عنده اهتماماته، فبالتالي اذا طفل نجح بشيء معين مو ضروري ينجح فيه الطفل الثاني. تمام. خلينا ننتقل لمحور ثاني اليوم، نحكي عن ثقافه الحوار بين الاطفال والاهالي. بتلاقي هي الثقافه معدومه اليوم عندنا، بتلاقي بعض الاهالي دائما مشغولين بالحياة، مشغولين بالعمل خارج البيت، فأي ما ممكن بياخذوا وقت معين لحتى يقعدوا مع أطفالهم، يسمعوا لهم، يعرفوا مشاكلهم. خلينا نحكي اليوم قديه مهم نخصص هيك وقت، مساحة لأطفالنا يوميا لحتى نعرف هنن شو عم بيعانوا، هل هنن عم ينضربوا، عم يضربوا، قديه مهم. أكيد. أول شيء إنه انشغال الأهل هو مو مبرر أبدا لانشغالهم عن الطفل، لأنه دائما هو طفلنا هو الأساس بحياتنا كلها. هو لازم نكرس له وقتنا مثل ما بيحكوا لحتى نحن نقدر نتعرف عليه أكثر. يعني أنا الطفل إذا ما دائما الحوار اللي أنا عم بجريه مع الطفل بيخليني أعرف شو في بداخله. أما الأمهات يلي دائما مثلا مشغولة ما عندها هذا الانسجام بينه وبين طفلة، فهي رح تضيع والطفل رح يضيع. يعني ممكن كتير من الأولاد بتلجأ لغير الأمهات لحتى تحكي عن مشاكلها، ممكن تاخد أجوبة أو خيارات خطأ يتجهها الطفل. لا، ما بوصل ابني لهي المرحلة، ضروري أنا اسأله دائما كيف انت كان نهارك. ما بركز كمان على الشيء السلبي اللي مر بيومه مثلا، انه مين ضربك. هذا السؤال دائما الامهات بتسأله لاطفالها، انه مين ضربك، مين اكل لك اكلاتك. لا، مو هيك الحوار. هذا صار بمنحة تانية، خطأ لازم تماماً. لازم تأخذ حقك وتضربه وتردله الضربة، دي غلط الأسلوب. لا، هذا أسلوب غلط. الحوار مو هيك أبداً. الحوار هو نقاش بيني وبين طفلي عن الشيء اللي هو شو أحلى شيء بيومك كان. أنا عم ركز له على الشيء الإيجابي، ما عم بسأله إنه مين ضربك، مين زعجك، مين. لا، هو شوي شوي بصير بيحكي. ضروري وكتير مهم أعطي ابني ولو ربع ساعة بنهار أو نص ساعة لحتى أعرف شو مشاكله، هو من شو عم بيعاني، من شو مزعوج. وأهم شيء نصيحة لكل الأهل، ما تنيموا أولادكم زعلانين أبدا. هي بحسها أنا النقطة الحاسمة، إنه الطفل قبل ما ينام لازم يكون مبسوط لحتى عن جد يكون عنده نوم هني، مثلا ما يشوف كوابيس، ما يرتعب حتى وهو نايم. هذا كتير بس مهم. بس الأطفال نحن كمان لازم ننام زعلانين. طبعا أكيد. عم تحكي عن نقطة كتير مهمة، إنه لازم الطفل هو يجي يحكي لأهله شو صاير معه. هون لازم الأهل مو بس يعطوه وقت، يمكن بحس إنه لازم يعطوه الأمان طبعاً. والحرية إنه طبعاً. أحكي اللي بدك إياه حتى لو أنت على غلط، نحن معك. المهم إنه أحكي، عطينه الأمان. طيب، نحن لحتى نتدارك هاي الأمور كلها يعطوا وما يتعرضوا أطفالنا للعنف نهائيا، ممكن في يكون موجود طرق وقاية أو حماية تحمي الطفل نفسيا وحتى جسديا. يمكن إذا بسجل تمارين رياضية أو شيء، طرق حماية حتى نتدارك هذا الموضوع قبل ما يصير وتتأزم بالمقابل نفسية الطفل. طبعا هلق نحن في عنا طرق بديلة خلينا لتوجيه الطفل، ما بدي أقول لعقوبة الطفل. كرسي بنسميه كرسي التفكير. كمان بدنا نروح بعيدا عن كرسي العقوبة، لأنه هاي كلمة عقوبة فورا أنت بتفكري ضرب. فمنروح لكرسي التفكير، أنه هو الطفل من عمر سنتين لعمر 8 سنوات هذا الكرسي. وأنا يعني بفضل أنه دقيقتين على كرسي التفكير، قادر أنه الطفل عن جد يستعيد. يعني كتير هلق بيقولوا لك أنه ما بيستفيد. لا، مع الاستمرارية والحزم بهذا الموقف الطفل صدقا بصير حتى هو لحاله. هلق عمر الطفل اللي عمره 2 سنين بصير بيضحك، بياخدها بمزح، بيركض لعند الأم. اللي لازم تعمله انه تحمل الطفل، تعمل آلة ولا تحكي معه ولا شيء، بتروح لعنده وبترجع بترجعه، ممكن تصير 2 و3 و4. طيب، بعمر 9 لـ13 هون الطفل صار واعي، بستخدم اسلوب الحرمان عند الطفل، لكن الحرمان الجزئي. يعني كمان ما بعامله على انه هو ضدي ابدا. فالشيء اللي لازم اعمله انه انا بحرمه، انه انا كل نهار جمعه مثلا بنطلع مشوار، فهو كان يختار معنا المكان اللي نحن لازم نروحه، لكن
هالمرة عقوبة لإله ما لازم أبداً خليه هو يختار المكان. وبأكبر من 13 وأكبر بصير في عندي بحرم الطفل من نشوف هدول الشباب المراهقين ميولهم للبلاي ستيشن للألعاب هاي القصص، فأنا بصير بدل ما يلعب ساعة بيلعب نص ساعة. ما عليه، بحاول قدر الإمكان كون حازمة بتصرفاتي معه مشان ما أتجه للعنف ابدا. بالختام وسريعا، يعني في نوع من انواع العنف ما ذكرنا، العنف اللفظي او اذا فينا نقول التنمر اللي هو جزء من هذا العنف، يلي بيكون من قبل ممكن الاهالي او من اشخاص الغربة او الاشخاص المحيطين فينا او ممكن من الاصدقاء بالمدرسه، كيف ممكن اليوم نتفادى هذا التنمر كرمال ما ياثر على شخصيه الطفل؟ طبعا هذا الموضوع كثير كثير بياثر على النفسيه، وخصوصا اذا اجى من قريب ومن اصدقاء من الاصدقاء بالمدرسه، فهذا الموضوع عم بيأثر عليه بشكل كتير سيء. نعمل دائما نبلش من البيت، لأنه أي مشكلة بيواجهها الطفل بيكون أساسا من المنزل. يعني لما عم يسمع أهله عم يتعاملوا معه بطريقة سيئة، فهو رح يتعامل مع أصدقائه بالمدرسة أو أقربائه بهذا الأسلوب. ما علينا، نستخدم أسلوب راقي بالتعامل معه كرمال نحصل على شخصية سوية بالمجتمع. أكيد بالنهاية بدنا نتشكرك أستاذة نغمة طربية على كل النصائح يلي قدمتيها، إن شاء الله هيك يكونوا الأهالي والمعلمين وكل العالم استفادت من هاي النصائح. شكرا لك. إن شاء الله. أكيد بالختام نشكرك كثير أستاذة نغم، شكرا على كل المعلومات المهمة يلي قدمتيها، ودائما أطفالنا هنون مسؤوليتنا، لازم كثير نهتم ونرعى فيهم. شكرا لك. أهلا وسهلا. أما هلأ مشاهدينا نكملين معكم صباحنا، ولكن رح ننتقل لفقرة كتير مهمة، وخصوصا بظل هاي الأحداث اللي عم نعيشها فترة الحروب، قديش بيصير عنا مشاعر من ألم واضطرابات، ممكن توصل معنا لاضطرابات نفسية نتيجة المشاهد والصور القاسية يلي عم نشوفها من دمار ودم وشهداء وجرحى وأطفال. يمكن قد ما كبرنا على حالنا قلنا أنه نحنا ما بدنا نتأثر أو بدنا نضل قوايا أو بدنا نحاول انه نضل صامدين، لابد انه تظهر هي النتائج على صحتنا النفسيه والجسديه. قد ما كبتنا بالاخير رح تظهر هي مشاعر الالم بطريقه او باخرى. صحيح يا عفاف، يعني مرينا بكثير بالحياه. صحيح. من امور، منها كوارث، من ازمات، من حروب، ونحن كسوريين مرينا بسنين حرب واثرت هي الحرب علينا، واليوم الوجع عم يتجدد بالشيء اللي عم بيصير بفلسطين، بالالم يلي عم يلحق باهلنا بفلسطين وقطاع غزه. يعني هي المشاعر اليوم كيف ممكن نتعامل معها، كيف ممكن نخففها، كيف ممكن نسيطر عليها؟ كثير من التفاصيل، كثير من الاسئله والاستفسارات يلي رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم الأستاذة آلاء الدغستاني، أخصائية نفسية واجتماعية. يسعد صباحك. يسعد لي صباحك وصباح الجميع. يسعد صباحك. يسعد لي صباحك. يعني عم نحكي اليوم على موضوع مو بس بخص الأطفال، نحن كمان كبار بجميع مختلف الأعمار، الواحد ما فيه ما يتأثر، يمكن قد ما خبى بدها تطلع بطرق تانية هو ما بيعرف فيها. صحيح. اليوم نحن كيف نعرف حالنا أنه نحن عم نشعر بالألم الشديد نتيجة مشاهدة هي الصور ولا المشاهد، إن كانت عنف أو حروب؟ هلأ أول شيء دائما الإنسان، أنت قلتي إنه فينا ما نتأثر، لا هو إجباري، نحن كل إنسان حيتأثر بأي شيء بشوفه أو أي شيء بيسمعه على حالة. أوكي، المكابرة هي إني أنا حاول إني أعمل، لأنه في مفهوم هو مفهوم القوة. مفهوم القوة هو ليس بإنه أنت ما تتأثر، بالعكس أنك أنت تدرك أنك أنت تأثرت، وأدرك إني أنا شعرت شعور وأعرف حدد شعوري وأبدأ أتعامل مع هذا الشعور. كيف فيني أعرف أنه أنا تأثرت؟ مباشرة الشيء الأساسي اللي بيبين على أي إنسان هو تأثر هو أنه حيبدأ يكون عنده أول شيء غضب، يعني حيلاقي حاله أنه عم يتصرف بطريقة ممكن تكون عصبية أو ظاهر فيها التوتر مع الآخرين، وممكن يكون عندي هو شعور الحزن اللي مرافقني دائما. لما ببلش شعور الحزن دائما مرافقني او شاعر انه ما في نكهه للحياه، فهذا اكيد دليل اساسي انه انا عن جد كثير تاثرت بالشيء اللي انا شفته او الشيء اللي انا حضرته. خلينا نتعرف اكثر، مين هنون الفئه العمريه اللي ممكن ينصابوا اكثر بهي المشاعر؟ هل هنون الاطفال؟ هل هنون الكبار؟ المراه؟ الرجل؟ بيقولوا لك انه المراه عندها مشاعر دائما ممكن تتاثر، بينما الرجل هو قادر اليوم يتحكم بمشاعره.
هلا الحقيقة الفئة اللي أكثر شيء ممكن تتضرر ممكن نحن نقول هي فئة الأطفال، لأنه الشيء اللي إذا ما تعاملنا معه بشكل صحيح عند الأطفال يلي رح يصير إنه هذا الشعور تخزن. ليش؟ لأنه العقل الباطن عندي أنا بخزن الحدث مع كمية المشاعر كلها يلي صارت، يعني كل الأشياء، كل الأصوات، الرائحة، كل شيء صار بوقت هذا الشيء أو هالشيء اللي أنا شفته بالتلفزيون، فأنا كله بيتخزن عندي بذاكرتي وبيضل. إذا ما اشتغلنا مع هذا الشعور الآن هو مخزن إلى وقت لاحق بأي إشارة ممكن يفتح عندي هذا الشيء. وكل الأشخاص بيتأثروا، بيختلف عنا أنه المرأة ممكن تكون لأنه تتعامل مع مشاعرها أكثر فهي بيظهر عليها الأثر الأكبر أنه هي تأثرت، ولكن برضو الرجل بيتأثر بس هو أنه بيكبت الشعور. تمام صحيح. نعم. يمكن لهذا السبب أو مو يمكن أكيد بصير عنده أمراض قلب وجلطات ونتيجة هذا الكبد. طيب خلينا ننتقل لطريقة التعامل مع هاي الحالات، إن كان خوف أو ألم ممكن يصير ناس كتير ممكن أكيد تجهل طريقة التعامل الصحيحة. صح. يتصرفوا تصرفات بعيدة تمام البعد عن الطريقة الصحيحة، أنه شو ممكن أنا ساوي، ممكن أنا كسر إلك أنا بدي فش غضبي ما فيني. صحيح. أنا ضل كابتة فأقوم كسر البيت أو عصب على كل العالم وتقاتل مع كل العالم. صح. بالمقابل فيمكن أكيد هاي طريقة غلط. تمام. هلا نحن اكيد عم نحكي اليوم على ناس قاعدين ببيوتنا، نحن يعني نوعا ما احنا عندنا الامان يلي عايشين فيه ببيوتنا. نحن عم نحكي اليوم على عم ضروري اوضح هاي الفكره، لانه نحن عم نحكي هلا على ناس قاعده ببيتها تشعر نوعا ما بانه هي بامان ببيتها، بس هي عم تشوف احداث مؤلمه وعم تتاثر فيها. يلي لازم ادركه جدا انه اول شيء اكيد انا حشوف اخبار، يعني ما فيني أقول أنه اليوم نحن كلياتنا حنبعد تماماً عن الأخبار أو عن أنه نعرف شو عم بيصير بالحياة، ولكن المهم جداً رقم واحد أني أنا ما ضل قاعد مع الأخبار أو أنغمس بحالة الأخبار 24 ساعة. حالة الإنغماس هي حالة بتاخدني لأني أنا أتدمر نفسياً بشكل أكتر وأني غب مشاعر أكتر وأني أبدأ أعيش الحدث وكأنه أنا معاهم وأثر على حولي كمان. أكيد يعني هلأ مثلاً كأم حتأثر كتير على تعاملها مع أولادها، حتأثر كتير على تعاملها مع زوجها، حتأثر كتير إذا عندها شغل. خلص هي غير قادرة، لأنه يعني المرأة مش قادرة تفصل مشاعرها بشكل كتير كبير، فبالتالي هذا الشيء كتير حيأثر على كل حوالي وأي شخص فينا. يعني الرجل حتلاقيه هو كتير معصب، ما عاد له خلق يحكي مع حدا، لأنه الرجل بهاي الطريقة هو بيعبر عن مشاكله بأنه هو ينعزل. تمام. الأطفال حنلاقي أنه نحن عنا مظاهر عنف، عنا مظاهر خوف، عنا مظاهر تبول لا إرادي بالليل ممكن تصير، تطلع بأشكال كتيرة الأشياء. مهم أنا واحد ما أنغمس بالأخبار، شوف الخبر على أنه خبر بدون ما أقعد أنغمس مع حتى الصور والفيديوهات الواردة والقصص هي اللي على السوشيال ميديا. اثنين، كتير مهم أني أنا أستمر بسيستم الحياة تبعي. يعني بدنا نعرف شغلة مهمة، أنه الإنتاجية هي أحد أصلاً الحلول العلاجية واللي بتساهم جدا بالمجال النفسي، انك تكون انسان منتج ويكون انتاجك هذا شيء ممكن يساهم للقضيه او يساهم لاهلك او للناس يلي انت زعلان من شانهم، لانه انتاجيتك انت من مكانك هي اكبر مساهم للاخرين ولمجتمعك كل اللي حواليك. فلما تشعر انه انت انسان منتج فانت بلشت تخفف وشغلك هو عباره عن تفريغ. بنيجي هلا لكيف انا اتعامل حرفيا مع مشاعر التوتر واللي غبيته انا والخوف اللي عندي. كتير مهم إذا أنا مع نفسي أني أعرف أنه أنا أول ما أشعر بمشاعر الخوف أو حسيت مشاعر الخوف عندي قوية أو التوتر عندي قوي، أني أنا أقعد وأعمل التنفس العميق. التنفس العميق أحد التقنيات اللي هي آمنة واللي بتساهم كتير لحتى أنا ريح مشاعري وبتوقف سلسلة التفكير الشديدة جدا. فأنا بكون قاعدة مثلا مثل هالقاعدة، فببدأ باخذ شهيق كبير من الأنف، زفير بطيء من الفم، كرر هاي العملية لحد مثلا 7 مرات، فبشعر بإني ارتحت. هذا فينا نقول حركة أولى أو خطوة أولى. الشغلة الثانية اللي مهمة أني أنا مثلا ممكن أعمل نشاط رياضي أو أطلع أمشي، لأنه هذا الشيء كتير حيساعدني على تفريغ هاي المشاعر. هلا إذا ابني يلي حاسس هاي المشاعر، هذا يلي مهم صراحة، الكتير مهم أن نحنا ما نقول له أي معلومة غلط وما نحنا نسخف هذا الشعور
وبنفس الوقت انه نحن نسمع. الاستماع هو اهم شيء لكل الاشخاص اللي عم بتعامل معهم. اذا انا حسيت عندهم حالات خوف توتر، لانه هو لما يعبر عن مشاعره بشكل كامل هذا الاحتياج الاول اللي هو محتاجه. بعدين بساله انه شو الشيء اللي انا ممكن ساهم لك فيه، فانا هون ببدا بعطيه شيء اخر هو محتاجه. بس الاحتياج الاول اني اسمع كل شيء، اسمع الشعور يلي حاسه والشيء اللي هو متضايق منه. اثنين، مهم جدا لاطفالنا اليوم انه نشرح لهم القصه بشكلها الحقيقي ويعرفوا هاي القصه. وفينا ندعم هاي القصص ب مثلا جانب مثلا روحاني، يلي هو نعزز الجانب الديني انه هذا الشيء اللي عم بيصير، مثلا انه في عداله الهيه بالنهايه. نحكي عن قصص قديمه، ندعم هذا الشيء لحتى نعزز له القيم. يعني احنا بهذا التوقيت فينا نعزز القيم، قيم العدالة، قيم الإيمان، قيم أخرى حسب بقى كل أسرة حسب ما هي بتشوف. بس فينا كتير نحن أنه نحكي القصة الحقيقية وندعم القيم بدون ما نخليهم يضلوا منغمسين بمشاعر الألم. وخاصة يعني في فكر، يعني هي الفكرة الأساسية أنه هذا الشخص أنه حتى لما هو عم بيموت فهو راح الجنة كذا، من باب أنه نحن نخلي الطفل عنده وعي مو بس منغمس بمشاعر الألم. وذكرتي نقاط جدا مهمة، إن كانت من خلال الإنتاجية أنه يكون الشخص مشغول، لأنه ما رح يلاقي وقت لحتى يفكر بالمشاعر أو الأفكار هي السلبية. مش يكون مشغول، هو أنه يكون عنده إنتاجية، لأنك تمام. أنت مشغول غير أنك تكون منتج. أنا فيني يكون مشغول وغير منتج، فبالتالي أنا بزداد تعاسة وبزداد تركيزي مع مشاعر الألم. لازم يكون مرتبط بشيء من الإنتاجية. تماماً. تمام. يعني أستاذة آلاء، لما نحكي ونقول مشاعر، مشاعر ألم، فقدان، نعم، وجع، عواطف، يعني أول شيء ممكن يخطر ببالنا إنه العلاج يكون نفسي. طيب اليوم في عنا علاج دوائي لهذا الموضوع؟ ضمن تخصصي نحن الأخصائيين ما بيوصفوا أدوية، ولكن ممكن نعم لما بيتحول الموضوع ل كتير كبير. يعني شو مثلاً الحالة؟ شو في ناس يعني هلأ نحن مثلا ممكن لكن مشاعر الألم والأشياء هاي ممكن تطلع عندي بأشكال مختلفة، مو بس مشاعر خفيفة. ففي ناس هيتحول عندها لنوبات هلع، ممكن تتحول بعد فترات لاضطرابات هلع. هون نحن بحاجة للطبيب أنه يشخص الحالة ويعطي فيها دواء مساعد للعلاج النفسي. نحن بنشتغل على العلاج المعرفي السلوكي، تمام. فهذا العلاج لحتى نكون قادرين على تطبيقه مع الأشخاص يلي الحالات عندهم صارت شديدة أو تحولت لاضطرابات إجباري، هو بحاجة لمتابعة دوائية من الطبيب، وهذا الشيء بيحدده الطبيب المختص. ولكن نحن كأخصائيين أمتى منقول أنه هذا الشخص بحاجة لدواء؟ لما منشوف أنه هو غير قادر على أنه نحن نمشي معه بالجلسة، فمنحوله على الطبيب حتى يروح لعند الطبيب يأخذ التشخيص والدواء المناسب لحالته، وبيرجع لحتى نحن نتابعه بشكل علاج معرفي سلوكي. ذكرتي نقطة كتير مهمة من شوي، إنه لازم نحن نسمع أطفالنا، يمكن حتى نحن الكبار نحن بحاجة لمين يسمعنا. بتذكر مرة شفت مشهد امرأة اتصلت بالطبيب النفسي وصارت تقول له إنه أنا بدي انتحر، فهو عطاها عدة نصائح لحتى ما تنتحر. فاتصلت فيه بعد فترة قال له شو عملتي من النصائح إنه لحتى ما انتحرتي؟ قالت له ما عملت ولا واحدة، بس لقيت حدا مين يسمعني. فلهيك إنه كتير مهم إنه اليوم نسمع أطفالنا، وعن جد بحاجة لنسمع وحدا يسمعنا، نسمع كمان نسمع شريك حياتنا، نسمع تسمعي اختك، تسمعي رفيقتك. هذا شيء اساسي. لما انت تلاقي شخص عنده مشاعر الم، مشاعر حزن، مشاعر غضب، خاصة اليوم في ظل انه الناس اليوم عم تشعر بانه هي عاجزة عن انها تقدم شيء، فبدل ما انا اقعد اقول انه انت ما فيك تقدم شيء، لا توجه نصائح. لما تلاقي اللي قدامك متألم وعم بيعاني لا توجه له نصائح، اسمعه، اتركه يعبر على الاخير. بعدين اذا هو طلب منك نصائح وحلول عطيه، ممكن يكون مثل ما تفضلتي الحل او الشيء الوحيد اللي انا بحاجته، بحاجه اني اعبر عن مشاعري. احيانا نحن مدركين المشكله، طبعاً، مدركين الحل، ومدركين شو الخطوات اللي بدنا نعملها، بس الضغط الشعوري يلي جوانا بحاجة إنه نحن نطالعه ونعبر عنه، واللي قدامنا يسمعنا بسلام بدون أحكام علينا، بدون ما يحاول يحسسنا إنه أنت شو عم تحكي أو نحن غلطانين. يعني طيب تماما. أستاذي آلاء، النصيحة الأهم هون بمناسبة كلامي إنه إذا نحن ما لقينا حدا مين يسمعنا، أو شخص متعرض لحالة ما لقى حدا مين يسمعه، وخصوصا كمان الأطفال، شو ممكن هون التصرف بهاي الحالة؟ طيب
هلأ إذا بدي أحكي على الأطفال فهون المسؤول هو المشرف على حالة الطفل، كتير مهم أنه يلجأ فيه لأخصائي إذا هو مو قادر يسمعه أو الطفل ما قادر يتجاوب معه. زائد أنه في شغلة مهمة، نسمح للطفل أنه نعطيه ورق أبيض ونسمح له أنه يعبر عن برسم بشخبرة بأي شيء، فرغ هذا الشعور، هذا الشيء كتير طبيعي. ولكن كتير مهم أنه نلجأ فيه لأخصائي لأنه حالات الأطفال حالات حساسة، ثم أنه أنت مثل البذرة تبع الشجرة، يعني اليوم أنت هذا منشأ كبير لقدام، بينما إذا أنا حدا كبير وبدي أتعامل مع مشاعري وما بدي أحكي لحدا ومو قادر أحكي لحدا، كتير مهم أني أجيب ورقة وقلم أكتب كل الشيء اللي أنا حاسه، عبر عن مشاعري بكل حرية، طلعها، إذا حاسس أنه بدي أبكي فأبكي، بس عبرت عن هاي المشاعر هاي الورقة بإمكاني أني أنا أحرقها بعد منها، أو إذا كان حابب أتعامل معها بتقنية أكبر أني شوف عدد المشاعر اللي أنا شاعرة وشوف شو هو الشيء اللي ممكن أنا أستبدل فيه هذا الشعور. فإذا أنا هلأ عم بشعر بحزن شوف شو الأشياء اللي بتخليني أفرح وجرب أعملها، فهيك ببدأ أنه أنا ساعدت حالي شوي. تمام، بس خلينا نكون واقعيين، اليوم كثير من الأشخاص يمكن بتخجل أنه تروح لعند الأخصائي النفسي. نعم. ما عندها هي الثقافة اليوم أنه ممكن تحكي لحدا خارج عيلتها. ده اليوم نحن لازم نوعي هذول الأشخاص إن كانوا أطفال أو كبار بالعمر أنه عادي، مو غلط الواحد يروح يشكي يفرغ الكبت يلي عم يعيشه. كثير مهم نعرف أنه الأخصائي يعني هو المشكلة السائدة عنا، فكرة أنه أنا إذا رحت عند أخصائي نفسي وأنا حيعتبر أني أنا مريض. للأسف يعني نظرة المجتمع تمام. علما أنه المرض العقلي هو شيء مختلف تماما عن المرض النفسي. المرض النفسي تماما مثله مثل لما أنا برشح، فهل أنا هل أنا حكون خجلان من أني أنا مرشح؟ لا، كلياتنا نتأذى بمشاعرنا، وخاصة بالظروف الراهنة مع الظروف عم تتكرر فيها أحداث مؤلمة يعني عشناها هالسنة تحديدا. فما فيني أقول أنه أنا ما حأشعر مشاعر ألم. فإذا نحن الأخصائي دوره هو الحدا يلي لح يسمعك، يلي لح يفرجيك وين خلينا نقول جذر المشكلة عندك، يلي حيساعدك تحلل هاي المشكلة، ويلي حيحطيك مخطط حلول تمشي عليه بكل سهولة ويسر وحتمشي فيه مع حالك، وهو بالنهاية حدا يسعى معك لأنك أنت تكون بصحة نفسية جيدة لتكون عايش باتزان وسعادة بهاي الحياة. أكيد بالختام بدنا نتشكرك أستاذة آلاء، وإن شاء الله هيك يكونوا الجميع استفادوا من نصائحك. ما رح زيد شيء على نصائحك لأنه جدا قيمة، ولازم عن جد أنه نلتزم فيها لحتى نخفف هذا الستريس والضغط النفسي حتى لو ما شعرنا بالألم نتيجة هاي الظروف يلي عم نعيشها. شكرا لك. شكرا كثير لكم. أكيد بالختام الأستاذة آلاء الدغستاني أخصائية نفسية واجتماعية، بدنا نتشكرك كثير ولكل المعلومات المهمة يلي قدمتيها. نورتي صباحنا. شكرا كثير لكم. أما هلا مشاهدينا فنحن مكملين بمشوارنا الصباحي، ولتاني تقاريرنا لليوم من حما، وتخليدا لذكرى الشاعر السوري إبراهيم الجرادي أقامت مديرية ثقافة الرقة ملتقى الشعر العربي تحت عنوان الوطن في وجدان الشعر في المركز الثقافي في المدينة. منتابع تفاصيل أكثر بالمادة التالية. تخليدا لذكرى الشاعر السوري إبراهيم الجرادي، أقامت مديرية ثقافة الرقة ملتقى الشعر العربي دورة الشاعر الدكتور إبراهيم الجرادي تحت عنوان الوطن في وجدان الشعر، وذلك في المركز الثقافي بمدينة حماة. ملتقى الشعر العربي يقام وهو تقليد سنوي في مديرية ثقافة الرقة، هذه الدورة للدكتور الراحل إبراهيم الجرادي، وخاصة يقام في مرحلة تمر على الوطن العربي مرحلة صعبة جدا. الدكتور إبراهيم الجرادي تكلم رحمه الله تكلم وجل أشعاره عن فلسطين، فلم ينسى، وهذا هي عادة الشعب السوري، لم ينسوا القضية الأم، قضية فلسطين. فكان سلاحنا هو القلم، لذلك من وحينا كتبنا ما نشعر به اتجاه وطننا الغالي واتجاه فلسطين. ملتقى الشعر العربي يضم مجموعة من الأدباء والنقاد الذين جاءوا ليؤكدوا أن الوطن حاضر دائما وأبدا في وجدان الشعر، وأن الوطن هو المحبوب الأول، وأن الإنسان مهما عشق محبوبا يمكن، ولكن الوطن لا يتجدد، الوطن يعشق لمرة واحدة ولا يمكن أن نعشق كل يوم وطن جديد. وهذا النشاط يعني وخص بهذا الوقت هو نشاط كتير مهم، لأنه اللي عم بيمر بغزة نحن
الأقدر على التعبير عنه من خلال هذا المنبر، إضافة للي عم بيصير بوطننا بشكل عام. وبالنهاية فسحة أمل، إن شاء الله يا رب نكون قادرين على أنه نضوي على هذا الأمل اللي موجود عنا. الملتقى تضمن ندوة ثقافية بعنوان الغربة والوطن في شعر إبراهيم الجرادي، وقراءات شعرية لعدد من الشعراء والأدباء الذين قدموا من مختلف المحافظات السورية للمشاركة في الملتقى، وجسدوا بأشعارهم حب الوطن والذود عن ترابه وحمايته. حسام الشاب، الإخبارية السورية، مدينة حماة. مكملين معكم صباحنا وإلى تقريرنا الأخير، ورح ننتقل فيه إلى مدينة حمص وافتتاح معرض مشاريع التخرج للعام الدراسي الحالي بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة الباسة، والذي ضم عدة مشاريع تخرج لأقسام الكلية. رح نتابع سوا تفاصيل أكثر بالتقرير التالي. بهدف إلقاء الضوء على المشاريع والأبحاث العلمية والأكاديمية المميزة، افتتح معرض مشاريع التخرج للعام الدراسي الحالي في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة البعث، والذي يضم عدة مشاريع تخرج لأقسام الكلية. ما شاهدناه اليوم من المشاريع المتميزة لكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الحقيقة شيء يسلج الصدر. ترجمت يعني المحاضرات والأمور النظرية اللي تعلموها أبنائنا الطلاب إلى يعني الشكل العملي وإلى التطبيق إن شاء الله من خلال مخرجات يعني التعليم بربطه بالمجتمع وربطه بالتنمية المستدامة. مشروعي عبارة عن سرير لمرضى كبار السن ومرضى أسر سرطان، يعمل على الأوامر الصوتية بالإضافة إلى الأوامر اليدوية. قمت بتصميم وتنفيذ جهاز اختبار صدمة المواد البلاستيكية، هو جهاز اختبار عالمي، جهاز اختبار عالمي الغاية منه تحديد متانة الصدم للمواد البلاستيكية، وعندي مجال واسع للمواد المختبرة. من ميزات جهازه أنه يقوم بالقراءة بشكل آلي. هو روبوت متعدد الاستخدامات، بستخدمه لنقل ورفع روبوتات تنظيف ألواح الطاقة الشمسية بشكل أساسي، بالإضافة أني ممكن استخدمه بالمطاعم لتوصيل طلبات أو أني وصل الأدوية للأماكن الموبوءة. بتحرك أنا عندي مثل السيارة، بتحكم فيه عن طريق الموبايل. طورنا جهاز زحف اختبار زحف المواد الهندسية تحت تأثير درجة حرارة وجهادات. ممكن عندنا نحن نثبت درجة حرارة ونغير جهادات أو نثبت جهادات ونغير درجة حرارة، بتعطينا عمر تتحمله العينة تحت العمر تتحمل العينة تحت تأثير هالجهادات أو الحرارة، بحيث فينا نستفيد منها بتقدير العمر الزمني أو المادي بوقت الفترة بدها تنهار فيها. المعرض يتيح الفرصة لإبراز مواهب الطلبة والاستفادة من الأفكار والمشاريع الخلاقة في عمليات الإنتاج والاستثمار في مختلف القطاعات، بما يسهم في خدمة مرحلة إعادة الإعمار والتنمية. أسامة ديوب، الإخبارية السورية، حمص. وأكيد مع ختام محطتنا لليوم صار الوقت لحتى نودع المشاهدين. عفاف، شكرا لك. وأكيد كل الشكر للمعد رامي بداوي والمخرج حسين الخطيب والمصورين وجميع كادر صباح نغير. وأكيد نحن مستمرين عبر شاشة الإخبارية السورية لنغطي كافة أخبار فلسطين المحتلة وأهلنا بفلسطين. وأكيد دائما وأبدا قلوبنا ودعواتنا عندكم. ضلوا بخير مشاهدينا. شكرا لك. شكرا هايدي، وشكرا لجميع ما ذكرتي كمان، شكرا لنا. نحن بدورنا اكيد بدنا نتمنى لكم بهذا الصباح والصباحات القادمه تحمل معك كل الخير والانفراجات يا رب، وان شاء الله دائما وابدا ما لنا الا الدعاء والصبر، ونتمنى الفرج القريب والخير يا رب. كونوا بخير من هون لبكره وبفقرات جديده ومتنوعه. باي باي.